الفيتو التركي قد يغلق بوابة حلف شمال الأطلسي أمام السويد وفنلندا الطامحتين للانضمام إليه لسبب واضح، وهو رعاية هذين البلدين الأوروبيين تنظيما يصنفه الاتحاد الأوروبي إرهابيا. وإن نفت وزيرة خارجية السويد آن ليندي مؤخرا دعم بلادها لإرهابي بيكيكي وأكدت أنها تصنفه إرهابيا، فإن نظيرها التركي مولود تشاويش أوغلو يرى دعما علنيا جدا لبيكيكي من الدولتين، وله مظاهره غير الخافية، ومنها أن الوزيرة السويدية نفسها عقدت العام المنصرم لقاء افتراضيا مع إلهام أحمد، وهي رئيسة ما يسمى بمجلس سوريا الديمقراطي وهو فرع بيكيكي الإرهابي في سوريا. واعترفت أثناء جدال في البرلمان مارس الماضي بلقائها في ستوكهولم مع نسرين عبد الله إحدى قيادات التنظيم الإرهابي. كذلك فإن وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفست عقد لقاء آخر افتراضيا مع المدعو فرحات عبد الشاهي أحد قيادات التنظيم الإرهابي، مؤكدا استعداد السويد للتعاون معه. ويجد التنظيم الإرهابي حاضنة في السويد يؤمن من خلالها مصادر دخل كبيرة عبر تجارة وتهريب المخدرات والأسلحة، بل وله هناك مؤسسات إعلامية ومكتب تمثيلي في ستوكهولم منذ أبريل 2016، وتمنح السلطات هؤلاء الإرهابيين حق التظاهر ورفع الأعلام تحت مسمى حرية التعبير. يضاف إلى هذا السجل أيضا ضبط السلطات التركية وأثناء عملياتها ضد بيكيكي الإرهابي مضادات دبابات من طراز IT4 سويدية المنشأ. وليس عن هذا الدعم السويدي ببعيد تنظيم جولان الإرهابي، إذ يجد موقع نورديك مونيتور الذي أسسه عبد الله بوزقورت مقرا له هناك، ولا يخفي الأخير دعمه للتنظيم الإرهابي. وشبيه بما ذكر الوضع في فنلندا التي تشهد بين الحين والآخر تظاهرات ومسيرات ترفع خلالها صور الإرهابي عبد الله أوجلان زعيم بيكيكي، وتبرر ذلك السلطات بحرية التعبير حتى لا تتخذ أي تدابير ضد هذه المسيرات. وذكرت الصحافة الفنلندية في يوليو العام الماضي أن وفدا رسميا زار مخيم الهول شمال شرقي سوريا والتقى حلفاء تنظيم بيكيكي الإرهابي هناك. وفيما يخص تنظيم جولان الإرهابي فإن السلطات الفنلندية تستغل برنامج إعادة التوطين لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وتمنح حق اللجوء لأنصار هذا التنظيم. محمد سليمان، تي آر تي عربي.